السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في سوبر ماما. فيديو النهاردة هعمل لكم جولة في حمامي. انا حاولته يعني حاولت اخليه حمام فندقي يعني شوية. هنشوف دلوقتي مع بعض، قولي رأيكم فعلا بقى فندقي ولا ايه. هو بصراحة عجبني جدا ومبسوطة بيه جدا، وراضية عن اختياري ليه وراضية عن تنظيمي فيه. انا يعني عايزة اقول لكم ان الحمام ده اصلا في البداية لما استلمت الشقة كان حاجة تانية خالص، ما كانش الشكل ده اصلا. يعني هشرح لكم دلوقتي كان عامل ازاي لما ندخل جوه. ده كده باب الحمام، عايزة احاول انور لكم الاضاءة عشان تشوفوه بالظبط. ده كده باب الحمام. ده بس اجيب بقية الحاجة عشان ما نحرقش بقية الفيديوهات، عشان المرة الجاية ان شاء الله هيبقى جولة في المطبخ. دلوقتي كده بصوا زي ما بوريكم، ده كده المقبض بتاع الحمام برضو انا اللي مختاراه. عايزه اقول لكم ان انا كنت مختاره كل حاجه الحمد لله، يعني في برضو الشكل بتاع الباب انا اللي كنت مختاراه. ده شكله، بصوا الرسمه بتاعته اهي. زي ما انتم شايفين كده ده شكل الباب، وبرضو اللون بتاعه انا اللي مختاره. هو اخترت باب خشب عادي ودهنته بلون تاني. يلا بينا بقى نفتح ونشوف بقى. نحاول ما نتكلمش كتير بقى في الحمام. ده شكله لما بكون منورة الاضاءة من جوه. ده شكل الحمام كده زي ما انتم شايفين. بصوا ده كده اول ما بنبدأ، بس مش عايزة اجيب عشان المراية ما تجيبنيش. فبصوا كده ده الركن بتاع الحمام. قولي ايه رايكم في الرخامه بتاعه الحمام، ايه رايكم في اللون بتاعها وفي اختياري ليها. بصوا كده شكله كله، انا كده بصور لكم بعيد عن المرايه. بصوا بقى تحت الحوض، انا طبعا يعني هو اللي بيدخل مش بيبقى شايف الجزء اللي من تحت ده، بس انا هنزل تحت واصور لكم انا حاطه ايه تحت. هو لامم معايا حاجات كتير جدا، لامم معايا حاجات كتير. بصوا البانيو بتاع ابني، والبقى الغسيل والبوتي والحاجات دي كلها، وطبعا الكرسي بتاع الحمام والحاجات دي بنحتاجها يعني، وازاز الميه دي عشان خاطر لو الميه قطعت دي بتبقى ميه احتياطي عندك بتنفع قوي. انا كنت هقفل الجزء اللي تحت ده دولاب، بعد كده رجعت في كلامي وقلت لا خليه كده عشان بحس ان المساحه ما يبقاش ضيق ومضيق الدنيا يعني. خش كده بقى على الجنب ده، انا هنا معلقه واحده كده صغيره، دي معموله بالالوميتال. دي طبعا حاجات ابني بتاعت الشاور. ثانيه نشيلها اشرح لكم كويس. ده كده الجزء بتاع الشاور، انا معلقه الليف ده كده زي ما انتم شايفين. وهنا ده الجزء بتاع الشاورات والشامبو والحاجات دي، برضو دي وحده كنت جايباها من يف بيش كده، شكلها حلو لايقه مع الحمام. وده الدش، طبعا البانيو، دي الستارة. كنت هقفل هنا كابينة، بعد كده
قلت بقى خلاص هخليها ستاره وخلاص. شكلها حلو ستاره، وكمان لايقه مع اللون في الحمام عندي، فمديها شكل هادي وجميل. بس بعدين حسيت ان الكابينه هتبقى قافله الحمام قوي، مش هيبقى واسع، فقلت لا خلاص مش هعملها. عايزه اوريكم شكل الستاره عشان بحبها قوي. بصوا لما تقفلي الستاره بتدي شكل برضو حلو قوي. دي برضو ورد كده انا معلقاه، بحبه قوي، مدي شكل كيوت كده في الحمام. انا طبعا السخان ده التويلت والمناديل، الوحدة بتاعت الفوطة، مختارة الشكل ده. بصوا هنا شوية ديكورات كده حطيتها. هنا طبعا بقى ده الوحدة كده منظمة عليها كل المنظفات بتاعتي والحاجات اللي بستخدمها يعني، بس هي لما بتبقي داخلة من باب الحمام مش بتشوفيها، دي حاجة جزء كده في الجنب مش بيبقى باين. ده طبعا الشباك ده شكله، دي كده إضاءة تانية. عايزة اوريكم بقى الوحدة دي بقى فيها ايه عندي، تزييق مش طبيعي. دي الوحدة دي منظماها كده فيها شوية حاجات، بصوا لما معايا كتير بصراحة، ومنظمة فيها كذا حاجة. هحاول لو لقيت صور تانية للحمام هوريكو بقى شكله الأول. كانت أول ما تفتحي تلاقي هنا في الجزء ده القعدة واللي هي التويلت نفسه تلاقيه هنا، وهنا كان الحوض، وهنا كان البانيو. في ناس كانت عاملة البانيو اللي هو الطويل ده، والباب أصلا ما كانش بيفتح من هنا، الباب كان بيفتح من جوه، الباب ما بيفتحش من الجزء ده، كان بيفتح من ناحية البانيو من ناحية هنا. وهنا كانت القعدة، وجنبيها كده جزء البانيو محطوط في الجزء ده، فأنا غيرته بقت المساحة زي ما انتوا شايفين كده. كده بالنسبة لي بقى أحسن كتير. قوليلي ايه رأيكم، لو حابين اغير حاجات فيه، اجدد في حاجات، فقولي رأيكم في التجديدات والحاجات دي. انا حابه بصراحه اسمع رايكم، وقولي رايكم في الديكورات والحاجات اللي انا ودي الإضاءة اللي هي اللون الأصفر زي ما انتوا شايفين كده، بحبها جدا، بحس انها أهدى من الإضاءة التانية. عايزة اقول لكم ان البتاعة دي حلوة قوي للبيبيهات، جربتها وعجبتني، بتبقى حلوة قوي هما بيلبسوها كده، بتبقى جميلة. دي طبعا الشماعة المتعلقة ورا،
بس كده، وده كان فيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشجعوني باللايك وتعملوا اشتراك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم مني كل جديد. باي باي.